السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين الكرام في كل مكان، كل متابعي برنامج جيجا بايت، حلقة جديدة وموضوعات وأخبار جديدة أيضا حنتناولها من خلال حلقتنا اليوم الليلة. أهلا مرحبا. من جديد متابعينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بأخبار تكنولوجيا. أولى هذه الأخبار، إيلون ماسك يعلن عن صفقة للاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار. أتم إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار. وبحسب ما ورد، غادر الرئيس التنفيذي والمدير المالي لتويتر منصبيهما فور إتمام الصفقة، وكان من المقرر أن يبدأ الجمعة نظر قضية بشأن تراجع ماسك عن الصفقة. ويكتب هذا الاتفاق نهاية القصة الدرامية لاستحواذ الملياردير الأمريكي على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة. كما غرد ماسك في وقت سابق الخميس بأن سعيه للاستحواذ على تويتر لا يتعلق بالمال بل بالخدمة الإنسانية. الخبر التالي هو لمؤسس تويتر، حيث ينافس ماسك بتطبيق جديد. يبدو أن المنافسة قد تشتعل قريبا بين إيلون ماسك بعد سيطرته الكاملة على تويتر ومؤسس العصفور الأزرق والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي. فقد أعلن قبل أيام أنه سيطلق تطبيقا جديدا يسمى بلو سكاي، يكون فيه المستخدمون هم المتحكمون بكل الخوارزميات. كان دورسي قد أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تطبيقه الجديد ينوي أن يكون منافساً لأي شركة تحاول امتلاك الأساسيات الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات مستخدميها. ولكل محبي الرياضة وتحديداً كرة القدم، ببجي موبايل تعلن عن شراكة مع نجم كرة القدم ميسي. أعلنت لعبة ببجي موبايل عن شراكتها الجديدة مع نجم كرة القدم ميسي، التي من خلالها ستجلب ميسي إلى أحد ألعابها. ستحتفل ببجي موبايل قريبا كجزء من تحديث إصدار 2.3 في شهر نوفمبر المقبل بمسيرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني، حيث ستجلب النجم إلى أجهزة اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ستكون لعبة باتل رويال الوحيدة التي تتعاون رسميا مع ميسي. قال ميسي: لطالما كانت ألعاب الفيديو جزءا كبيرا من حياتي، فأنا أجدها مفيدة للاسترخاء والاستمتاع بوقتي خارج أوقات التدريب وللتواصل مع زملائي وأصدقائي وعائلتي. ولعبة ببجي موبايل ممتعة للغاية، وأنا من ضمن ملايين المعجبين بها في جميع أنحاء العالم، وأشعر بالفخر بتعاوننا وأرغب بدعوة جميع اللاعبين للانضمام إلى ببجي موبايل. لحاملي سامسونج، لا تقلق الآن على بياناتك بعد اليوم، اترك هاتفك لدى الصيانة واسترح. أعلنت شركة سامسونج عن انطلاق ميزة الخصوصية الجديدة وضع الصيانة، ذلك بهدف حماية أجهزة المستخدمين من التجسس على المعلومات الشخصية. قالت عملاقة التقنية في منشور لها على مدونة أن الإطلاق العالمي لميزة وضع الصيانة لبعض أجهزة جالكسي يأتي بعد البرنامج التجريبي الناجح في كوريا الجنوبية والإطلاق الأول في الصين. كما أوضح سامسونج أن وضع الصيانة يمكن أن يريح المستخدمين من القلق الذي ينتابهم حين يعطون أجهزتهم الشخصية لمحلات الصيانة، ذلك من خلال السماح لهم بحظر الوصول إلى معلوماتهم الشخصية مثل الصور أو الرسائل وكذلك جهات الاتصال. وإلى هذا الخبر، حيث طور باحثون من كلية هارفارد جون أي بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية نوعاً جديداً من الروبوتات القابضة بأطراف ناعمة تستخدم مخالب رفيعة ورقيقة للإمساك بالأشياء الهشة التي لا تقدر بثمن.
واستلهم فريق الباحثين بعض الكائنات الموجودة في الطبيعة مثل قناديل البحر لتصميم الروبوت، وأيضا تجنب الآليات المعقدة مثل المفاصل الآلية وتحليلات ردود الفعل عن طريق أجهزة الاستشعار المدمجة أو خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة أو أيضا مهارة المشغل. ويمكن أيضا استخدام الروبوت أثناء التقاط الفاكهة والخضروات في التطبيقات الزراعية. آخر أخبار التكنولوجيا، سناب شات تطلق أدوات متقدمة لتحرير الفيديو مع دايركتور مود. أطلقت خدمة سناب شات ميزتها الجديدة دايركتور مود التي تهدف إلى منح المستخدمين مزيداً من أدوات تحرير الفيديو القوية. هي الآن متاحة عالمياً للهواتف الذكية العاملة بنظامي الأندرويد وآي أو إس بمجموعة من الأدوات الخاصة بالتصوير وتحرير الفيديو على خدمة التراسل الفوري سناب شات. تشمل تلك الأدوات بعضاً من الأدوات الرائجة على منصات أخرى مثل الشاشة الخضراء التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو مع خلفية على نحو شبيهة بفلتر خاص بخدمة تيك توك يحمل الاسم نفسه. كذلك تدعم ميزة الكاميرا المزدوجة التي كانت متاحة في السابق لمستخدمي نظام الآي أو إس ميزة البي ريل التي تلتقط صوراً أو مقاطع فيديو من الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه. ويمكن أيضاً للمستخدمين استخدام ميزة الدايركتور مود لصناعة المحتوى ولمشاركته مع الأصدقاء. ولكن التأكيد على أدوات التحرير الجديدة يأتي حين تحاول سناب شات الترويج لخدمة السبوتلايت المنافسة لخدمة تيك توك. إذا مشاهدينا، دي كانت أخبار التكنولوجيا لهذا اليوم. بعد الفاصل حننتقل ونشاهد سوياً نقاش نت. أهلاً ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرة نقاش نت. في الفقرة دي نحن حنتناقش عن تطبيقات إنترنت الأشياء وكذلك الأجهزة القابلة للارتداء في الرعاية الصحية تحديداً. بنسعد بانضمام ضيفتنا من داخل الأستوديو أستاذة سهيلة محي الدين من جامعة الجزيرة. أهلاً ومرحبا بك. أهلاً ومرحبا، مرحبا بكم وشكراً جزيلاً على الاستضافة في قناتكم الجميلة. شكراً لك. حبابك معنا. وفي جيجا بايت يمكن احنا متعودين دائماً نتناقش في الحاجات اللي بتخص التكنولوجيا بشكل عام، والمرة دي يعني اخترنا اللي هو تطبيقات إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء. بداية إذا قدرنا نعرف المشاهد الكريم شنو الحاجات ممكن تكون لها علاقة بالتقنية وقابلة للارتداء. أوكي. مرحبا بكم تاني وثالث ورابع، وأنا سعيدة تاني إنه أنا موجودة معكم. في البداية قبل ما نخش في إنترنت الأشياء، نحن محتاجين نعرف الأجهزة القابلة للارتداء أساساً. فلو عملنا excluded لكلمة الأجهزة، هنقول القابلة للارتداء هي شنو؟ اللينسز، النظارات، الساعات، الختم، الكذا. فنحن هنحول الحاجات الأكسسوارز البسيطة دي لأجهزة. ممتاز. means what؟ يعني أنا هقوم أخذ مثلا في الخاتم سنسر حساس، هقوم أخذ في الحلق في الرينك سنسر، هقوم أخذ في الساعة سنسر. كذا أنا حولت الاكسسوارز دي من انها هي جاست اكسسوارز لجهاز انا ممكن استفيد من المعلومات اللي هو حيديني ليها بناء على نوع السنسر اللي انا خدته. تمام. مين ثاني حيقوم يديني شنو؟ انه انا عايزه السنسر لشنو اصلا في الحاله دي؟ عايزه احول الجهاز دي عاوز احول الحاجه القابله للارتداء لجهاز. الفيرست ستيب. الحاجه الثانيه عاوزه احولها لجهاز يتعامل مع انترنت الاشياء. يعني انا حاقوم احول الجهاز الرينج مثلا لجهاز، واحول الجهاز لجهاز قابل انه هو يعمل كوميونيكيت ويز انذر ديفايس. اوكي. الاذر ديفايس ده ممكن يكون موبايل، ممكن يكون كاميرا، ممكن يكون سماعه، ممكن يكون اي نوع من انواع الاجهزه. ده هنا معنى انترنت الاشياء. انترنت الاشياء هو شنو؟ هو انه انا اقوم اربط مجموعه من الاجهزه مع بعض ثرو بروتوكول الانترنت. ممتاز. بروتوكول الانترنت انا هنتكلم عنه، هنتكلم عن شنو؟ انا هقوم اربط الاجهزه دي ثرو واي فاي، ممكن ثرو واي ماكس برضو نوع من انواع البروتوكولات الممكن نعمل بها ربط، ثرو البلوتوث ممكن نقوم نربط الاجهزه دي ثرو بلوتوث. كده انا حولت الرينج مثلا او الواتش من واتش جست بس من ساعه
لساعة ملبوسة وحولتها لجهاز وحولتها لجهاز مربوط مع الانترنت. طيب ده كده مينز انا بقى ويرابل ديفايس يوزنج انترنت اوف سينكس. طيب ده بس اذا انا شبكته بالانترنت او وصلته بالانترنت. طب كيف استخدمه او استفيد منه؟ يس هستفيد منه في شنو؟ الاجهزه القابله للارتداء او خلينا نخش في الانترنت اوف سينكس. الاجهزه اللي بتتعامل مع انترنت الاشياء ممكن نتعامل بها في تصميم المدن الذكيه، المستشفيات الذكيه، في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، اللي هو انا ممكن اعمل اوتوميشن او اتمته او تحكم الي مع معظم الاجهزه القاعده ثرو ديفايس او ثرو الاندستري. فانا عايزه مثلا اعمل لللامب اوتوميشن افتر 2 مينيتس، فبقوم مثلا من الساعه بتاعتي اعمل لها سويتش اون اوف بعد دقيقتين بعد كده، فانا كده بقيت متعامله بها ثرو الانترنت. ممكن نتعامل بها في مجالات عديده من المدن الذكيه، طبعا بيجا ترند عالمي السمارت سيتي انك بتتحكم في كل المدينه ثرو الانترنت. طبعا بتخش في انك انت متحكم بداتا بتاعت ملايين بيبلز ثرو الانترنت. في الويرابل ديفايس يعني ده الانترنت اوف ثينكس، لما نخش في الويرابل ديفايس معناها انا لانه هو ملبوس فهو لابسه هيومن بين، فانا هنا محول الهيومن بين لثينكس، يعني حولت الزول دي لشبكه بتاعت سنسر، حولت الزول لجهاز. تمام هحول الزول ده لجهاز، هنا بيقوم بيخش لي الابلكيشن بتاع الرعايه الصحيه. انا هحول الزول ده لجهاز ليه؟ لانه بطلع لي البني ادم حاجه اسمها البايو سيجنال، الاجهزه او الاشارات الحيويه. الاشارات الحيويه دي فيها معدل التنفس، فيها معدل ضربات القلب، فيها ضغط الدم، فيها رسم المخ، فيها كميه بتاع البايو سيجنالز. فانا دايراها ليه؟ دايره البايو سيجنالز دي عشان نقوم نتعامل بيها مع الهيلث كير او مع المؤسسات الصحيه. طيب انا حاتعامل بيها مع المؤسسات الصحيه ليه؟ عندي تو مين ريزونز فور يوزنج انترنت اوف ثينكس والويرابل ديفايس في الهوسبيتال او في الرعايه الصحيه ككل. بتقلل لي تردد المرضى اللي عندهم حالات دائمه، زي ناس الضغط، زي ناس السكري، زي ناس الازمه زي دي، فما بيحتاجوا يمشوا المستشفى فور المتابعه. ممتاز. بتزيد لي الاسسمنت بتاع الدايجنوسيس، يعني انا بدل ما هاعمل تيست كله مثلا once in week فانا حكون بعمله continuous through 24 ساعه لانه انا لابسه اوريدي شنو الجهاز، فبتزيد لي معدل الكفاءه الصحيه للزول في روحه. once انه حصل emergency للهيومن او للبيشن، طوال بيحصل الارم او بيحصل emergency على حسب هو عاوز يمشي بيه، عايزه يمشي لزول معاه في البيت او عاوز يمشي للدكتور او للدفاع المدني طوال يجيه اسعاف. تمام. فانا هنا حسنت مستوى الرعايه الصحيه للزول في روحه وقللت معدل دخول المستشفى للبيشن الما كريتيكال الما ايمرجنسي. تمام. الما محتاجين انهم هم يمشوا يعملوا لي زحمه ويعملوا لي ويعملوا لي ويعملوا لي. فدي هي كده بتبقى التحسين في الرعايه الصحيه. طبعا ممكن البسوها. طب قبل ما احنا نحدد منو الفئه اللي ممكن تلبسها او ترتديها، في تطبيقات معينه للوظائف اللي قاعده تقوم بها؟ في تطبيقات معينه ممكن الواحد يستخدمها؟ تطبيقات كثيرة. هي أن احنا بدينا بأنه عندك بايو سيجنال، عندك إشارات حيوية. طيب الإشارات الحيوية دي مقسمة الكمية بتاعت إشارات، يعني احنا حنمسك مينلي نقول فور بايو سيجنالز. طيب اللي هو إشارة رسم القلب، لأنه عندنا المرضى بتاعي القلب محتاجين لرعاية كونتينوس. نقول إشارة رسم المخ لأنه عندنا مثلا الأولد بيبل ممكن تحصل لهم حالات بتاع الزهايمر فيطلعوا ما نلقاهم، فشنو ولا الحالات دي، فدي إشارة رسم المخ، دي برضو ممكن نمسكها في أبليكيشن. الناس اللي عندهم بلود بريجر، الناس اللي عندهم ضغط دم، الناس الضغط دم دي طبعا الضغط بيصنف من الأمراض القاتلة الصامتة، أنت ما بتعرف اللي هيحصل لك شنو. يعني أنا عندي كبلود بريجر، يعني حامل البلود بريجر ما ينفع أقوم أمشي أفحص كله أسبوعين. تمام. أنا المفروض يكون عندي continuous assessment. طب مع تطبيقاتك كثيرة دي كيف الواحد بيقدر مثلا يحدد الجهاز اللي هو ممكن يرتديه علشان بيقيس مثلا كل الوظائف والمشكلات اللي ممكن تكون عنده؟ لحسن الحظ شديد يعني انه بقت الاجهزه دي كومون تقريبا ساعتك دي هي ويرابل ديفايس. yes. انا بتقيس البلود بريشر، هي بدت بالابل واتش وبالسامسونج تير اللي هو بيلبسوها كانوا الناس اللي بيعملوا رياضه. أيوة. يجروا شنو ما عارف،
بتقيس لهم العمليات الحيويه الاساسيه. انا مسكت لك ليه؟ لانه في عمليات حيويه اساسيه. ممتاز. ما محتاج انا اكون بيشن يعني انا دايره اقيس ضربات قلبي، دايره اشوف انا بجري كم، دايره اشوف معدل التنفس. فدي بقت معظم اللي هي السمارت ووتش بتعملها، فدي ما محتاجه انه انا امشي لدكتور يكتب علي. اوكي صح، بشوف السمارت ووتش بمشي عليها. لكن لو مشينا ستيبس لقدام، اذا زول عنده قلب فهو قلب ده اكيد متابع مع دكتور، فالدكتور المفروض يكون اوير بانه في انواع بتاعت اجهزه هتتعرض لكم في الصور، في باتشي صغيره زي اللزقه بتتلصق، بترسل اشارات، بتعمل اشاره رسم القلب، بترسلها للدكتور، بترسلها للامرجنسي. ده اذا كان الموضوع كريتيكال. لكن اذا عايزين نقيس الوظائف العاديه يعني السمارت ووتش بقت افيلبل كفايه، حتى الكوست ذاتها بتاعتها بقت بسيطه. بعدك بس بنتكلم في هنرجع نتكلم في البرايفسي، في الدقه بتاعت الجهاز، في انه الجهاز كويس ولا ما كويس، انه الجهاز قروش ونحن بنقدر نستاخذه بالضبط كده. هسه الان اصبحت الاجهزه القابله للارتدام متاحه في السودان وفي متناول يد الجميع، ولا فئه معينه ممكن تستخدمها؟ عارفينها يعني الاجهزه الساعات بقت معروفه للكل. أيوة. اي زول عنده موبايل عارف انه في ساعه ممكن اربطها بكده بكده، وبقت حتى يعني في وحدات كوست مقبول وكوست عالي، فعلى حسب الزول بيقدر يرتديها. بتبقى الكلتشر او الثقافه بتاعت بتاعتنا نحن كسودانيين انه انا النتائج دي حقبلها ولا لا. انت حتتكلمي مع النتائج دي حتشيل عدو الدكتور. نعم. ما انا ما حشيل اشخص نفسي يعني. فمحتاجين نغير شويه في الثقافه بتاعت الدكتورز. لانه الاجهزه دي معموله باندستري بتاعت الكترونكس فيري هاي، بلايرز معينه. يعني هي ما معموله عشان هي اكسسوارز، نو، هي معموله فور مونيتورنج يعني. صحيح. فمحتاجين نغير الثقافه دي. والكلام دي يعني انا ما بقول لك ما في، هو في، لكن فئه بسيطه، ما في كثيرين. طيب. يعني اللي بيقتنعوا انه الجهاز ده خلاص اتسوك وانا ممكن استخدمه، انه معلوماته صحيحه، انه معلوماته صحيحه. يعني انا بمشي الدكتور بيقول لي يا ساعات شنو اللمسات، انا قلت لك ضغطك صحيح. طيب. يمكن واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هو خصوصيه المريض. يس فيري جود. اذا مثلا هم ما مقتنعين بمعلومات او بيانات او تشخيص بتاع اجهزه، فكيف اللي هو يحمي بياناته؟ ايوه، حيقول انه هي حتحمي بياناتي، فبيكون في تخبط في الاراء. نعم. في عدم ثقه، مشكلات كثيره، فكيف الواحد يحمي خصوصياته؟ طيب. البرايفسي بتاعت الاجهزه دي بتجي معاها زيها وزي لما نشتري موبايل جديد. طيب. طوالي بيقوم بيقول لك اكسبت اكسبت اكسبت، وبنعمل اكسبت ونحن ماشيين ونحن ما عارفين الاكسبت دي في شنو، فهو بيكون كاتب لك انه الداتا بتاعتك دي انت موافقه انك حيتم استخدامها مع الشركه. الشركه بتستخدم الداتا اللي هي شنو بتستخدمها فور اناليسيس وفور بروسيس. طيب ابسط عليك، نحن حنقول مثلا في السرول اريا اللي احنا فيها هنا في السودانية 24 في 100 جهاز. أوكي. سمارت ووتش. فال 100 جهاز اللي حنفترض انه في شركه واحده، يعني مثلا نقول ابل. فابل عندها كونكت مع اجهزتها كلها، سرول انترنت، سرول يعني عندها كميه بتاعه بروتوكولات دي كده بقت الاجهزه انترنت اوف ثينكس، انكلودنج الاجهزه دي في المعلومات الصحيه. المعلومات الصحيه طبعا هي هاي برايفسي، المفروض تكون الخصوصيه بتاعتها عاليه، انه يعني حتى في المستشفى الخصوصيه بتاعت الورق بيقول لك لا ما تخشها وبيانات المرضى. فبشيلوا الداتا دي، فاثناء ما انت بتعملي في السيتنج بتاع الجهاز بتقوم تعملي اوكي اوكي اوكي. فبكونوا كاتبين لك انه البرايفسي بتاعت الاجهزه بتاعتك كبيرسونال، انه انت مثلا استاذه الاء الداتا بتاعتك دي ما حتظهر باسمك لكن بتظهر بارقام. مينس وات انه الاريا دي من ال 100 جهاز قاموا طلعوا في 80 عندهم عدم انتظام في ضربات القلب. فبيبقى انه بيشوفوا انه الحته دي بتعمل لها اناليسيس او بروسيس او معالجه او مور ريسيرش او مور شنو، فهم بيستخدموها لاغراض البحث. بيجيك طبعا النوع الثاني بتاع الهاكر. الهاكر ده نحن يعني زول داير يهكر له يعني كم جهاز، فبيخش بيعمل له كم حاجه كده، فبيهكر الاجهزه فبشيل البيانات بتاعتها. لكن الهاكر عاده بيخشوا في الاجهزه اللي هي اللو برايفسي بتاعتها جايه من الشركه. يعني ممكن تخترق جهاز عادي اشتريته من السوق، لكن ممكن تخترق ابل يعني. لانك لو اخترقت ابل حيجيبوك في الاخبار. فهي دي الفكره بتاعت البرايفسي، انها هي حاليا بقت مين اللي بتعتمد على الشركه، قوه الشركه، قوه السايبر سيكيورتي بتاعتها، قوه الشبكه ذاتها. يعني انا بتكلم عن مثلا عندنا ثلاث شبكات في السودان، فالثلاث شبكات دي كل برايفسي بتاعتها بتختلف. نحن لما تدخل ويربل ديفايس محتاج تشوف الشركه البرايفسي بتاعتها اكثر اياتها عشان انا اقوم اديها الداتا بتاعتي. ممتاز.
وفي حاجه ثانيه ممكن تتعامل، ممكن ادعم الديسيبل لانه انا ما داير الداتا بتاعتي اعرف من الاشير ببساطه. يعني بخش السيتنج يس زي لما اكون فاتحه جي بي اس او ما فاتحه جي بي اس. ممتاز. انه انا الداتا بتاعتي دي ما عايزه اعمل لكم معاشر، انا عايزه استخدم الجهاز هاي لكن الداتا دي عايزاها انا. بالضبط كده. فهي في خيارات كثيره بتعتمد على انه الزول بيقدر يتعامل مع الجهاز كيف، على انه نوع التعامل بتاعك انت عادي ولا ايمرجنسي. اوكي. اذا انا عايزاه عادي بس عشان انا حايمه وكده فيتس اوكي، بدينا الارم في حاله انه حصل ايمرجنسي، لكن في حاله انا بيشن بيكون في خيارات ثانيه. ممتاز. طيب احنا الان وين في السودان من تطبيقات انترنت الاشياء والاجهزه القابله للارتداء؟ ممكن نكون مواكبين بعض الشيء؟ نو خالص. لا يعني ما خالص لكن ما 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 قريبين. ما قريبين. يعني انا عندي هي ثقافه، سواء عنده مشكله بتاعت قلب فبتخط لها لصقه، بتقول لها انه اللصقه دي حتقوم تعمل لك مونيتورنج، حياخد مسافه. يعني لا كيف ما لازم امشي الدكتور، والدكتور لازم يشوفني، بنحب الكونتاكت نحن كسوشيالي، بنحب انه نحن نمشي الدكتور وكونتاكت معه والمستشفى وكذا، فمحتاجه زمن. أوكي. محتاجه زمن بالذات في الحالات العلاجيه. طيب محتاجه زمن بالنسبه لشنو؟ هل نحن عندنا مشكلات معينه ما بتخلينا غير الكلتشر؟ عندنا الانفراستراكشر بتاعت الشبكه. اوكي. يعني هي بتحفظ الاجهزه بتحفظ، لكن في حاله انه انا عندي امرجنسي والشبكه واقعه ما حيصل لي امرجنسي. محتاجين الانفراستراكشر بتاعتها ذاتها ما صعبه، عباره عن حقه النت يعني. احنا ما عايزين شبكه حقتنا، عايزين شبكه للويربل ديفايس، عايزين شبكه بتاعت انترنت تكون انها هي افيلبل وقت ما انا محتاجه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا شاكرين لك جزيلا استاذه سهيله محي الدين، كنت ضيفه معنا في نقاشنا حديثا حول تطبيقات انترنت الاشياء والاجهزه القابله للارتداء تحديدا في الرعايه الصحيه. شكرا لك. شكرا لكم كثير. شكرا. تسلم. إذا مشاهدينا الكرام بكذا تكون انتهت فقرة نقاش نت، حنتابع مع بعض فقرة الألعاب. أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الكرام، وآخر فقراتنا هي فقرة الألعاب، وكل الناس المهتمة بجديد الألعاب حنتعرف عليها مع ضيفنا من داخل الأستوديو المقداد عبد الحي. مساء الخير عليك. مساء النور. كيف احوالك؟ كله تمام الحمد لله. طولنا منك وان شاء الله زي ما بقولوا من طول الغيبات جاب الغمايم. جبت الغمايم. فمعنا الليله جايكم بلعبه سببت ضجه في العالم بتاع الالعاب. يعني هي اللعبه يعني هي كان من زمان، يعني كان طلع لها تريلر من 2014-15، فكان اللعبه كان قدمت لها اكسبكتيشنز عاليه شديد. طيب. وزي ما هو اللعبه حقتنا مربوطه بالموضوع اللي اتكلمنا عنه قبل شويه. ممتاز. اللي هو له علاقه مثلا بآليات التحكم الذاتي او ال قول على سايبرنيتكس. اللعبه اسمها سايبر بانك 2077. طبعا اللعبه بتاخد قصتها انه مثلا في امريكا كان حصل سوسيو ايكونوميك بريك داون للمجتمع، فحاجه دي ادت ان الحكومه بقت ماسكاها شركات معينه، منظمات. والمنظمات دي بتختص في مجال الروبوتات وفي مجال اليات التحكم الذاتي، فهو اللي ادت ان المجتمع دائما بقى فيه الحاجات دي يعني منتشره شديد. كويس. يعني انه زول يعني يمشي يعدل على جسمه ولا كذا، يعني مثلا عشان يعمل to enhance his physical capabilities، مثلا يعدل على مثلا اللنجز حقته ويبقى مثلا جراي، او مثلا ممكن تستعمل في ميليتري جريد تصنع لهم مثلا جنود مثلا ما بتضربه وكذا يعني. اوكي. فبس القصه بتاعتنا بتتكلم يعني شخصيه حقتنا اللي هو ملقب بي في، اللي هو مثلا انت بعدين بتعمل انت هو زول مثلا من الطبقه الكادحه او مثلا في المجتمع ده، انه عشان المجتمع ده دائما الحاجه الرائده الناس الفوق، يعني مثلا بيكونوا ماسكين الطبقه ممكن تكون اعلى منه يعني. اي المنظمات دي هم مثلا يعني هو الطبقه الرائده دائما بيكون عندهم زي تعديلات يعني مثلا على تسمى تعديلات مثلا ليفل ادفانس شديد، فهم بيشوفوا الناس اللي تحتهم او الناس البشر العاديين انفيرير، شايفينهم اقل منهم. فهو الزول ده يعني بيلقى له تعديلات كده، مثلا ما ادري احرق اللعبه الناس اللي عايزين يلعبوها. اوكي. فبيبقى مرتزقه، فهو اصلا الهدف بتاعه انه يوحد الليفلات حقت المجتمع عشان انهم يكونوا مثلا كلهم مع بعضيهم زي ما بعضيهم.
اوكي طيب بالنسبه للفئه العمريه ممكن تلعب اللعبه؟ يلا اللعبه دي ممكن تقول يعني is gravity احسن حاجه للادلتس عشان اللعبه فيها مثلا ليفل من مثلا الفايلنس شويه كده مثلا مال الناس الصغار فهي لكن يعني اكثر حاجه الحاجه اللي كومبيلينج في اللعبه بتخلي الناس يجوها انه القصه بتاعتها يعني انه العالم بتاعها يعني بتحس به كده زي الحقيقه حقيقه عشان انت مثلا بتلاقي شخصيات مثلا في الطريق حقك ده خلينا نتكلم هنا على جانب التصميم والجرافيك المستخدم في اللعبه طبعا الجرافيكس حقت اللعبه معموله على النكست جن اللي هو مثلا البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس فالجرافيكس حقتها يعني نكست ليفل يعني زي ما هو نكست جن نكست ليفل فيعني وذاتها هي اللعبه يعني اوبن وورلد يعني انت مثلا ما مفترض تمشي بمسار معين زي مثلا لعبات من العاب المعروف مثلا حرامي السيارات نفس الستايل بتاعها بس بدل ما في العالم العادي في عالم مستقبلي يعني مثلا فيه روبوتات وكده وذاته الحاجه يعني الثانيه في اللعبه انه العامل بتاع الكستمايزيشن نظام انت الشخصيه حقتك زي ما قلت لك العالم كله مثلا فيه تغييرات مثلا آلية وكده ممكن تغير يعني مثلا في شخصيتك على حسب طريقه اللعب حقتك ممكن مثلا تشتغل هاكينج عشان الناس كلهم مثلا عندهم الكترونيات في جسمهم تعمل لهم هاكينج او مثلا تعدل في جسمك لقتال مثلا تكون زول بتاع كومبات وكده تمام كل حاجه دي اللي هي بيكون اللاعب مخير انه يختار الحاجه المناسبه معه وذاته يعني اللعبه مما بتبدا ممكن تختار الاصل حقك عندك ثلاثة خيارات مثلا اصل الشخصيه حقتك يا يبدا مثلا يكون زول مثلا هم الطبقه الكادحه يكون من طرف المدينه يا بيكون زول اصلا مثلا شغال في واحده من الشركات دي لكن بطردوه يا واحد اصلا يعني في الميدل كلاس لكن داري يعمل تغيير في اللعبه بتديك الخيار يعني وذات اللعبه بتلاقي لك يعني بتلاقي مثلا شخصيات مثلا الشخصيات دي مثلا بيدوك خيارات مثلا في الكلام بتاعهم وي خيار بيغير في القصه فاللعبه يعني العامل بتاع انه الخيار اليوزر اكسبيرينس حقتك بتختلف من زول لزول يعني مثلا طريقه اللعب القصه كيف كده لعبه مشوقه جدا ايوه طيب يمكن هسه ناس كثيره بيكون داير في راسه سؤال انه هل الجيم ده ممكن يلقوه في الموبايل في اجهزه بتاعت كمبيوتر في بلاي ستيشنات معينه ولا والله هو يفضل كمان يفضل احسن عشان اللعبه كانت اقول على الطموحات حقتها عاليه طيب فهي عايزه لها يعني كابابيلتيز عاليه فكان اول ما نزلت كان نزلت في الكمبيوتر كانت يعني ماشيه كويس يعني تمام ولكن في البلاي ستيشن والاكس بوكس كان يعني كان فيها مشاكل في اللعبه ذاته في الكود حق اللعبه يعني اللعبه ذاته ما بتستحمل هي اللي يقول عليها شنو الستاندرز حقتها اللي عايزاها فكانت الحاجه دي كان اول لعبه اول ما نزلت اللي هو سببت الضجه دي نظام انه الناس قالوا انه الاستوديو المصمم اللعبه ما يعني وفى بوعده لتقديم اللعبه لكن هم اسي يعني كان اسي اللعبه نزلت ليها حكايه بتاعت سنه وهو شغالين فيها يعني وفاسي وصلت جديده يعني للاكسبكتيشنز حقته طيب متاح انه الواحد يلعبها اونلاين ولا ممكن تكون اللي هو لعب فردي يلا هي اصلا اللعبه معموله على اساس ان هي تكون سنجل بلاير بمالتي بلاير سبيشال اليمنتس طيب اللي هو مثلا اصلا اللعبه القصه تكون اصلا يعني قصه يعني سنجل بلاير لكن بيكون فيها حاجات مثلا يعني هو مثلا اونلاين انه مثلا يجي زول يلعب معك مثلا مهمه او مثلا تجي البيلد بتاعك بتاع الشخصيه حقتك توري الناس اونلاين فيعني هم الحاجه دي انا يعني معجب بها اكثر يعني اكثر الحاجه يكون مثلا سنجل بلاير عشان الزول ياخذ راحته لا يستمتع باللعبه ما تكون اصلا اونلاين عشان لعبات الزمن دي كلها بتمشي على اونلاين صحيح اللعبه مشوقه جدا بتمنى من كل الناس اللي استمعت لحديثك تساري وتمشي تنزلها عشان تلعبها وتشوف برضو التفاصيل الكثيره فيها لازم شاكرين لك جزيلا مقداد عبد الحي وجودك معنا في فقره الالعاب في برنامج كيكه غباي شكرا لك إذا مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم الليلة من جيجا بايت بإذن الله الأسبوع المقبل موضوعات جديدة وأخبار جديدة إلى اللقاء